أعطيت أنا في أول السوميغ وأنه تم الاحتفاظ بوزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض البارح بعد ساعات طويلة من التحقيقات والتهم تحصلنا عليها اللي توجهت له البارح واللي تم الاستماع له حسب الأستاذ ومحامي الدفاع المحامي مختار إجماعي. يأكدنا من شوية وأنه أركان الجريمة يقولوا حتى التوى ما فماش أركان جريمة. شنو التهم؟ شنو اللي توجهت لعلي العريض بالأساس؟ توجهت له أسئلة بخصوص صفته كوزير داخلية حول بعض الترقيات اللي حاصلة بالأسماء، سمي له بعض الأسماء في عهده، شملت قيادات أمنية، تغييرات أيضا أمنية كما عبد الكريم العبيدي، فتحي البلدي وغيرهم. تسأل أيضا وبين التهم اللي توجهت لعلي العريض طريقة التعاطي مع أحداث السفارة الأمريكية، أيضا دوافع اتخاذ قرار تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي و دوافع تصنيفها في التوقيت هذاك بالذات، لواش تم اتخاذ القرار بشكل متأخر. أيضا مسائلة على السياسة وقت كان رئيس حكومة في علاقة بالتعامل مع الظاهرة الإرهابية اللي عاشتها تونس ككل. نتذكروا أنه علي العريض ديجا عنده تحجير سفر كان صدر من محكمة أريانا، فنهار الأربعاء من المفروض غدوة يعرض الملف على أنظار النيابة العمومية. محامي الدفاع يأكدون ونتذكر أيضا نقلا على الأستاذ مختار جماعي وأنه النيابة العمومية محامي الدفاع يعتبروا أنه حاكم التحقيق ممكن غدوة يأخذ قرار بالإبقاء عليه في حالة صراحة على ذمة القضية، ويعتبروها كل التهم اللي توجهت للبارح واللي تم استنطاق علي العريض على ذمتها كلها حول السياسة العامة المتبعة في عهده. بالنسبة لراشد الغنوشي واللي صار البارح في الاستماع، طبعا كما سمعت وقريته في الأخبار ما تمش الاستماع ليه، وحتى اللحظة هذه ما زالوا ما يعرفوش التهم بالضبط اللي باش تتوجه راشد الغنوشي. محامي الدفاع ماتر جماعي يقول هو كان خارج هيكل الدولة كان باش يسألوه على قضايا التسفير، دعية للمثول أمام بحث البداية من البارح ماضي ساعة اللي سمعه، يقول قعد في غرفة على كرسي وما سألوهش لأنه طال تحقيقات مع علي العريض، فلسان الدفاع طلبوا الإذن بالانصراف للغنوشي تقريبا في ثلاثة مناسبات وقالوا تو يرجع وقت يجي وقت التحقيق معاه، لكن النيابة العمومية رفضت. بعد نصف الليل تمسكوا محامية الدفاع بالخلل القانوني بأنه لازم يتوجه له استدعاء جديد ولازم يخرج، بما أنه الدعوة واللي جاء في الاستدعاء جاء نهار 19 هما دخلوا في نهار 20 وعليه الدعوة توجهت مجددا راشد الغنوشي اللي يمثل الآن وبعد لحظات على أنظار قاضي التحقيق. راشد الغنوشي من جهته يقول أنا مستعد للجواب على أي سؤال يوجهه للقضاء، وسؤالنا لهم كمحامي الدفاع هل اليوم عندهم تخوفات ربما من أنه يتم الاحتفاظ براشد الغنوشي كما صار البارح مع علي العريض، يقولوا هذا قرار يرجع للنيابة العمومية. نعطيكم التعليق لاحقا توت سويت إديتم.